يقولوا التونسي زعما ويحب تفدليك، اما زعما شنية اكثر حاجه تضحك التونسي وعلى شكون يضحك وكيف يضحك، شنو الموقف اللي يعمله؟ وزعما فما تفدليك يغشوا وينرفزوا؟ ايا مع بعضنا نشوفوا. البرنامج اللي ضحكك؟ برنامج يضحكني هو برنامج مجلس تأسيسي، أكثر برنامج يضحك. والله حتى برنامج ماش بولمو ثم هذيك سيبتي العزيزة، سيبتي العزيزة بديتر فردة وقت أختها، برنامج الرهينة والزلزال. والله اش باش نقول لك، برشا حوايجات من مسلسلات هكا ولا كاميرا خفية، الكاميرا كاشي ولا زلزال وفما هابينس ودايما نعرف نسيبتي العزيزة. البركاش سبوحي الدنيا كل تضحك، خاصة الأمور السياسية هذه اللي تضحك أكثر حاجة. الأكثرية البرامج اللي يدخل فيهم المواطن معناها بصفة سبونتانية، نقولوها سبونتانية مو هكا تبدأ حاجة لامبروفيس، حوجات كيما هكا ماركة كاميرا كاشي ويدخل هكا يضحك لين. شو البرنامج اللي ضحكني؟ وين هذا؟ بالنسبة لشنو هو؟ شو أما برنامج؟ ما نحيش شيء، برنامج شنو مثلا؟ قال لك حاجة ولا عمل لك ولا أنت اللي أنت قلت له إيه اسمك إيه أنت ولا عملت له إيه أنت؟ جبتي العزيزة والرعينة والزلزال. أكثرية سيبتي العزيزة وذيك ورطة وبركاج. معناتها سلسلة هزلية للضحك. برشا برامج الضحك في التلفزه، فما بتاع كرهينة فهمت، فما زلزال بتاع فجاية اما بتاع الضحك شوية. سيرتي العزيزة. شنو أكثر حاجة تضحكك في الدنيا؟ شنو أكثر حاجة تضحكني في الدنيا؟ يعني كي تجي حاجة هكا من شي حاجة هكا سبونتانية، حاجة كان هكاك فهمت، فازة معناها معينة يعني فهمت، تكون معناها الواحد يضحك انا ضحك بالحق بالحق الواحد يضحك لها هاكم هم يضحكوني في الحق. كرتون توم جيري نكتة والله تفدلك يا فضل كل حاجة ضحكني في الدنيا كيف انا رمي متفرد ولا بس عليها ولا تصير برشة تجاست قدامي وقد الواحد يقعد ديما يضحكوا برا فهمتني، خاطر الدنيا كلها طرايف. غلب كي نتغلب من حاجة يسيب علي الضحك، نحس روحي مظلومة ونحس روحي تغلبت حتى من أي فازة يجني الضحك بالحق. عبدة كان فازيو معك اي الوقت الحاضر ما ثماش حاجه اللي تضحكني برشا، على خاطر الوقت ما هوش موالم كيما قبل، الظروف كلها المعطيات كلها تبدلت مالوريزمون، يعني الانسان ماذا بيه، قبل كان الواحد ومو ثم شويه حتى لي موان دو ديستراكسيون والترهيد هذه ما عادش ثم. دنيا خربانه عمري خربان ما رش، والله ما فما شيء يضحك بصراحة، ساعات الواحد ينسى الضحك وينسى كل شيء. كيف يبدأ واحد قبله ويعمل فيها ذكي برشا حاجة فرزلك الضحك جيت ساعات هكا سبونتاني تصير ضحكني. شكون الفكاهة اللي ضحكك؟ ولا كلهم باس بارتو معنا تمش فيهم يضحك كلهم باين. دمين النهدي في المسلسل المنجي حسون المرحوم سفيان الشاري الله يرحمه. والله فكاهي من والله ما نعرفش شكون فكاهي اللي ضحكني هو المنجي، هذا المنجي نتاع سيبتي العزيزه يعجبني برشا برشا وحيد. اذا كان في تونس فما معناها من الفكاهيين اللي الله يرحمه ناس الدين المختار، لم نهدي ديجا اون كونتاكت معه بالباهي معناتها يضحكني برشا. بالنسبه لبرا معروف معناها السلطان شو اسمه عادل امام كم والله ترجمة ما تبعتهاش في رمضان عادل امام يا سلام. ثم جعفر القاسمي اون برانسيب هذاك هو فهمت اكثر واحد يضحك المرحوم اللي توفى سفيان الشاري وبعده هيك اسمه هيك اللي يمثل تو في سيبتي العزيزه لكن عنده البي واحد هكذا يضحك. قولوا ما تحلى القاعدة كي نشدوا حدا كان تركيه ونعمل عليه جو ونضحكه. شوف هي تصير أما أنا ضدها
ما نحبش، اما هي بالحق وقت يتلمدوا ممكن الوليدات الصغار والبنيات والكل بالحق، حتى كي تبدا مرأة كبيرة في وسطهم يعملوا هكا، لكن انا ما نعملهاش لا. هذيك هي الشعب التونسي. اذا كانوا يقبل باش يتفلح، انت شخص يقبل الضحك ما يقبلش يقبل تفلي، هذا فما شكون ما تحس في نفسه شويه معناها يقول لك يقرا نقص. اي شويه شويه مش ديما شويه شويه. شويه. لا لا ما تعجبنيش، خاطر كل انسان وكيفه. اي بيان سور ديما. ساعات نترك واحد توقع نمشي ديما عندنا الاحباب حبيبات اللي تنجم تعرف تقعد معاهم اللي تنجم تتركه، مش كل حد يعني كل حد وقيمته ابريتو، احنا يعني ثم قدر وثم واحد، اما ساعات في زملاء ولا واحد مع بعضنا هكا كل شيء نفدلكوا مع بعضنا. فدوا شويه هكا نمرجوه نبداو نشبدوا عليه بالدم البارد. ساعات نعملوا هكاك عند حماتي نعملوا لك اي نفدلكوا عليها ونبداو نغششوها. تغشش في صح معقول هذه صحة. كيفاش نعملوا نشدوا واحد هكا نبداو نبصروا معاه ونضحكوا معاه ونكتوا عليه واحد باش ندخلوا في الجو نتاع واللي هو يتصرف التصرفات نتاع الضحك. لا مش بيها هكا الضحك لازم تجي هكا وحدها، مش لازم نشد واحد باش نتركوه باش نضحكوا. يتركوني الاولاد وقت يخسروني في رمي يضحكوا عليك هو كي نبدا رابح نبدا شايخ عليهم. لا جو سوي كونتر ما نحبش هكا معناتها نستهزئ بحد باش نضحك انا ولا معناتها النجم انا في بقعتك الحد هذاك يستهزئوا بيا باش يضحكوا عليا. لا انتي حد بحذيك تضحك شيخ ضحك نجا نشد روحي نطيح بجنبه باش اللي تعدي يضحك علينا الزوز. لا علاش سيفو علاش طاح نموت عليه بالضحك. عاش انتي والموقف معناها عاش صعيب شويه. لا ما تضحكش بالعكس اش بيه طاح صدق نضحك شو ماجي تضحكش انت كنت حد بحدك تضحك ولا انا نسال فيك اي تحشي اه مش تحت واحد بحدك ايه لا ما كاش هي ولا هي وطيح اسفوار كانوا راجل كبير ولا مرأة كبيرة نتفجح ونهزها ما كان واحد من صغار يزلق ولا حاجة نضحك ده. لا والله ما نضحك والله يألمني أنا بالعكس ما نضحكش أنا نحاول باش نساعده ومن داخل نتألم أنا بالعكس ما نضحكش أنا نضحك واحد يطيح نضحك ولا واحد يعمل حاجة بالعكس علاش تضحك علي؟ لا ما نضحكش طحت أنا وضحكت على روحي طحت أنا وضحكت على روحي خليه يطيح حد قدامي حد لا ما نضحكش نعاونه باش نهزه ولا حاجة مش تضحك علي نقول بسم الله حاجة تطلع سبونتاني معناتها حتى من صغاري حتى انا عندي ياسر هذيك نطيح عاد نضحك حتى كنا نطيح انا نضحك شنية الفدلكة اللي تنجم تقلقك تنرفزك والله كي تكثر برشا من الفدلكة فهمت كي تمصت مثلا واحد يمصت من الفدلكة برشا كي تولي واحد تغشش منها معناتها الفدلك جيست معناتها امور بتاع وقت شوية وبرا ما باش تكثر من الفدلكة تولي مصة الحكاية وكو يفدلك عليه واحد يقول عندك شي فلوس فدلك نتاع التاليدين ما تعجبنيش يجي يقول لي واحد يعيط لك هو ما يعيطليش فما تفليك ما تكون نقول ماسط شويه مثلا كي يبدا يهز معناها يشدك انت معناها شخصك انت مثلا مش يفدلك معناها يشدلك معناها شخصيتك ولا علاقتك الشخصيه ولا حاجه كما كي مش باهي مزيح ثقيل ليك نحب روحي ديما نحب لعبه الكل ما نحب حتى حد يفدلك معايا فدلك خفيفه وبرا كي يكون فدليك معقول وكلام محترم نقبل حوايج ثم ناس تفدلك حوايج اللي ما تنرفز بالحق يكسروا لي جوره مثلا يحكيوا كلام ما هوش فدلك المصطر خاطر كلهم صايب مش كاميرا كاشي ذكم واحده ورطه واحده زلزال واحده رهينه واحده تمنيك على العبيد انا غيظوني كلي عملوا فيهم كاميرا كاشي تمنيك على العبيد التقصيص واحد يبدا يتقصص عليك معناها ويرمي عليك كلام ويحاول باش ينرفزك واحد يبدا يفدلك مثلا نبدا نقاعد هو يجي مثلا انا نبدا قاعد هو يجي يضربني ولا حاجه هكا تفدلك المنصب ما نحبوش والله اللعب باليدين اللعب باليدين هي اكثر حاجه تقلق اذا بين الانسان يبصر هو راكح والله برشا فدلك كلام هكا تحط تبدا ترمي في الكلام ولا حاجه كي ينرفزني ما نحبوش والله عش هي اللي تمثل الشخص معناها اللي يجرح
فما تفدليك معناتها يجرح، مش تفدليك هكا باش نضحكوا، تفدليك باش يجرحك، هذاك ينرفزني. ايه ولا فما ليميت في تفدليك، ما مش لازم باش معناتها نمسوا بعضنا كرامك، فما كرامه، فما ليميت. لا نقبل فدلك، فدلك لسبح امين، نرجع لك فدلك ما اقوى.